يوسف. لأول مرة يسمع الطفل يوسف صوت والده بعد حالة من الصمم رافقته طيلة سنوات حياته الماضية، دقائق عصيبة من انتظار نتائج عملية زرع القوقعة عاشها علي وزوجته وهو يتابع الاختبار بعيدا عن طفله الذي عانى لسنوات في سبيل علاجه. والله يعني عذاب 5 سنين، والله أرقد بيدي وجري، يعني مشان بس أمن عليهم يمشي حالهم، والحمد لله لقطيع الصغير وضل عنا الكبير، ونترجى من الأخوي الساموا بهالمشروع يرجعوا يجددوا مشروع تاني. لا الطفل، لا الأطفال تضلوا. شعوري شيء كبير، شيء كبير، فرحة كبيرة، يعني فرحان قد الدنيا. إسا إن شاء الله مع أخوي الكبير وبيمشي حاله، إسا بدي أفرح قد الدنيا وأكثر. فرحة علي بطفله يوسف غمرها الشوق، حيث دخل يوسف رفقة باقي الأطفال إلى الأراضي التركية عبر معبر حمام الحدودي ليصلوا إلى أحد المشافي في مدينة الريحانية. 30 طفلاً من فاقدي السمع سيتم علاجهم عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة، في واحدة من مبادراته التي يستهدف من خلالها مساعدة النازحين والمحتاجين هنا. يستهدف البرنامج عشرات الأطفال، منهم من سيتم إجراء عمليات الزراعة لهم، وآخرون سيعمل الأطباء على معالجتهم وتأمين الأجهزة السمعية لهم. ويأتي هذا البرنامج امتداداً لجهود السعودية الإنسانية لمساعدة المرضى في مثل هذه المناطق. بداية البرنامج زراعة القوقعة اللي تم إن شاء الله هذا الأسبوع وبيخلص إن شاء الله، هو امتداد لجهود المملكة في زراعة القوقعة في الشرق الأوسط. فإحنا سعداء أننا اتيحت لنا هذه الفرصة عن طريق مؤسسة الملك سلمان الإغاثية، بحيث أنه نجي ونفيد أشخاص من نوفينا بخبراتنا اللي عندنا جمعناها على هذه السنين، ونستطيع أن احنا كمان نترك أثر مستدام. سيتابع المركز عمليات التأهيل التي تبدأ بعد الزراعة عن طريق تدريب نساء سوريات لمتابعة الأطفال في هذه المرحلة التي تعتبر جزءاً لا تقل أهمية عن عملية زراعة الحلزون. محمد الأشقر، الحدث، الحدود السورية التركية.